اتشرف باسم حضرتك. دكتور ايمن ابو العلا، عضو مجلس النواب. الحزب والقائمه اللي حضرتك بتنتمي ليه؟ قائمه الجيزه اصلاح وتنميه، حزب الاصلاح والتنميه. ايه المخططات بتاعت حضرتك في 2021 في البرلمان؟ لا، مخططات كتيره طبعا، استكمالا يعني المسيره في البرلمان اللي فات. اكيد عندي ملفات في الصحه مهمه جدا، المسؤوليه الطبيه، عندي تغليظ العقوبه على غرش الدواء، عندي قانون مزاولة المهن الطبية، قانون مزاولة مهن الصيدلة، عندي قانون مهم جدا برضو، إعفاء 75% من المستشفيات الأهلية اللي بتعالج الناس مجانا من الغاز والكهرباء والمية، أسوة بالنوادي الرياضية، كذا تشريع في مجال الصحة. الأجندة التشريعية للحزب طبعا هتطرق لقوانين مهمة جدا، أهمها الأحوال الشخصية، أهمها طبعا المحليات، قانون الإدارة المحلية، كمان قانون الإيجار والقديم مهم قوي برضو، يبقى فيه قانون للحبس الاحتياطي من القوانين اللي احنا نتطرق لها إن شاء الله. إيه اللجنة التشريعية اللي حضرتك بتفكر تنضم ليها؟ يعني أنا على طول ملفاتي بتبقى في ثلاث محاور، محور الصحة أولا، محور التعليم، ومحور حقوق الإنسان، الثلاثة دول هو الاختيارات يعني الأساسية. إيه رأي حضرتك في البرلمان الأوروبي؟ البرلمان الأوروبي برلمان بيمثل كل الدول الأوروبية. أنت قصدك اللي قاله البرلمان الأوروبي لو قاله كمان البرلمان الأوروبي؟ لا طبعا، هو اللي قاله البرلمان الأوروبي مبني على حقائق غير حقيقية، بمعنى ان هو بياخد كل معلوماته من منظمات حقوقية ومنظمات مصالح ضد الدولة المصرية، فالمعلومات دي مغلوطة، في تدخل سافر في القضاء المصري، في الإرادة المصرية، في لازم يبقوا عارفين كويس جدا ان نمرة واحد ان من حقوق الإنسان الأولية والأساسية هي الأمن والأمان. إذا ما كانش في أمن وأمان مش هيبقى في حقوق إنسان، لحقه في التعليم والصحة، وراها على طول الحقوق الاجتماعية اللي هي حق الصحة والتعليم. أعتقد أن مصر قفزت قفزات رائعة سواء بالاستقرار والأمن والأمان، وقفزات رائعة في بناء الإنسان من تعليم وصحة وثقافة وشباب والاهتمام بيهم وبطولات رياضية، فكل ده هو ده من حقوق الإنسان. نيجي بقى الملف اللي هم بصين له، اللي بياخدوا معلوماتهم غلط، الحقيقة كله مبني على نفنده كده، نلاقيه مبني على إذا كان في حق الكلمة الحرة أو لا. ما أنا ممكن أقول لحضرتك دلوقتي أي كلام أنا عايز أقوله، محدش هيمنعني. في نفس الوقت لازم نبقى عارفين إن هو كل الأسماء اللي قالوا عليها في مظلة القضاء المصري، وإحنا لا نتدخل في القضاء المصري الحر النزيه. مفيش، مش هقول ان بس معاييرهم مغلوطة، كمان هم مزدوجي المعايير، محدش بتكلم بحقوق الانسان في تركيا ولا اسرائيل اللي بيحصل في فلسطين ولا في امريكا، ولا حقوق الانسان حتى في فرنسا نفسها، الجيلي جون والسطورات الصفراء واللي حصل وقتها، لكل تعريفاتهم لحقوق الانسان مختلفة، اولوياتهم لحقوق الانسان مختلفة، مش هنقدر نستورد منهم هذه التعريفات في الفترة اللي مصر بتتبني. خليهم يجوا مصر ويشوفوا قد ايه مصر اتغيرت وقد ايه مصر مستقرة وامنة.